في يوم مشمس خرجت أليس مع شقيقتها في جولة إلى الحقول. كانت شقيقة أليس تقرأ كتاباً، لذلك شعرت أليس بالملل. وفي اللحظة التي كانت تفكر فيها عما يمكن أن تفعله من أجل المرح، مر أمامها أرنب أبيض. كان الأرنب يحدث نفسه. كانت أليس مذهولة لأنها لم ترى أرنباً يتكلم من قبل. أخرج الأرنب ساعة جيب ثم: يا إلهي، سأتأخر للغاية، تكلم في عجلة. كانت أليس متأثرة بما رأت، لذلك بفضول لمعرفة ما يحدث ذهبت خلف الأرنب. عبر الأرنب من جحر في جذع الشجرة، فتبعته أليس عبر نفس الجحر. وفجأة وجدت نفسها تسقط داخل بئر. كان البئر عميقاً جداً، وظلت أليس تسقط ببطء. أثناء السقوط رأت الفتاة الصغيرة صوراً، خزانات ملابس صغيرة، وأرفف. شعرت أليس أنها تسافر عبر العالم، وأخيراً سقطت على سطح ناعم. وجدت أليس أمامها ممراً طويلاً، فنهضت وبدأت تمشي. وبدأت ترى العديد من الأبواب المغلقة على جوانب الممر، والأرنب قد اختفى. خافت أليس ألا تستطيع الخروج من هناك. في هذه اللحظة رأت مفتاحاً ذهبياً صغيراً على منضدة ذات ثلاثة أرجل بجانبها. أخذت المفتاح وحاولت فتح جميع الأبواب المغلقة، لكن المفتاح كان صغيراً جداً بالنسبة للأبواب. كانت تنظر أليس حولها بحزن عندما أدركت وجود باب آخر صغير خلف الستائر. عندما وضعت المفتاح بالقفل انفتح الباب مباشرة. كانت أليس سعيدة جداً عندما انفتح الباب. خلف الباب كانت هناك حديقة جميلة جداً، ولكن لأن حجمها لم يتناسب مع فتحة الباب لم تستطع أليس الخروج. عندما عادت إلى الطاولة بالداخل لاحظت وجود قنينة كتب عليها: اشربني. أخذت أليس القنينة وبدأت تشرب، وعندما انتهت من الشرب بدأ حجمها في الانكماش. عندما أصبح حجمها صغير كفاية فكرت أنها تستطيع المرور من الباب، ولكن عندما عادت لالتقاط المفتاح أدركت أنها أصبحت صغيرة جداً على الوصول للطاولة، فبدأت في البكاء. في هذه اللحظة رأت قالباً من الحلوى على الأرض. كان مكتوباً على هذا القالب من الحلوى: فلتأكليني. قامت أليس بأخذ قطعة من قالب الحلوى بفضول. في تلك اللحظة بدأ حجمها يزيد مرة أخرى. الآن تستطيع التقاط المفتاح، ولكنها أصبحت كبيرة على الخروج من الباب مرة أخرى. كانت أليس مرهقة للغاية وبلا أمل، بدأت في البكاء مرة أخرى. بدأت الدموع المنهمرة من عينيها في تكوين بركة كبيرة وصلت إلى نهاية الممر. فجأة مر الأرنب الأبيض مسرعاً من أمامها. نادت أليس عليه: سيدي سيدي، من فضلك انتظر دقيقة، ساعدني. رحل الأرنب سريعاً بدون أن يلتفت إلى أليس، ولكن أثناء ركضه أوقع قفازاته ومروحة يده. التقطت أليس أشياءه من على الأرض، وما إن بدأت في تحريك المروحة حتى بدأ حجمها في الانكماش مرة أخرى. في هذه اللحظة انزلقت وسقطت في البركة. بدأت أليس مع الكثير من الحيوانات المختلفة السابحة في المياه في الانحراف نحو الشاطئ. وعندما وصلوا هناك كانوا كلهم مبتلين، ورأت أليس الأرنب مرة أخرى. هذه المرة ظن الأرنب أنها الخادمة الخاصة به، وطلب منها أن تحضر له قفازاته ومروحة يده من منزله. ذهبت أليس إلى منزل الأرنب في الغابة، وعندما دخلت رأت على الفور قفازاته ومروحة يده، ولكنها رأت أيضاً قنينة أخرى على المنضدة. وصلت إلى القنينة وفكرت: لو أني شربت هذا ربما أعود ثانية إلى حجمي الطبيعي.
ثم أخذت القنينة وشربت كل ما فيها. بدلا من ذلك أصبحت ضخمة للغاية حتى أنها لم تستطع الحركة داخل المنزل. ماذا سأفعل الآن؟ كيف سأخرج من هنا؟ في ذات الوقت كان الأرنب ينتظر أليس بفارغ الصبر، وبخوف من أليس بدأت الحيوانات بإلقاء الصخور نحو المنزل متسببة بكسر النوافذ. ثم بدأت الصخور المترامية بجوار أليس في التحول إلى كعكات صغيرة. عندما بدأت أليس في التهام تلك الكعكات بدأ حجمها في الانكماش مرة أخرى، واستطاعت الخروج من المنزل، ولكن هذه المرة أصبح حجمها صغير للغاية. لقد أصبحت أليس المسكينة صغيرة جداً حتى أنها ضلت طريقها بين الشجيرات الصغيرة في الغابة. بدأت تفكر فيما يمكن أن تفعله حتى تعود لحجمها الطبيعي. في هذه اللحظة رأت جرواً صغيراً على بعد منها. عندما نادته حتى تلاعبه أدركت كم كان حجمها صغيراً بالنسبة للجرو، حتى أنه أوشك على دهسها بقوائمه. وبينما كانت تركض تعثرت ببعض الفطر. كانت هناك يرقة زرقاء فوق الفطر، فسألتها أليس عما يمكن فعله حتى تعود مرة أخرى لحجمها الطبيعي. أجابت اليرقة بحكمة: أحد جوانب هذا الفطر التي أقف عليه سيجعلك أكبر، أما الآخر فسيجعلك تنكمشين. تناولت أليس قطعة صغيرة من أحد جوانب الفطر ووضعتها في فمها. في هذه اللحظة أصبح حجمها كبيراً جداً حتى أنها لم تستطع رؤية قدميها. وحتى تنكمش مرة أخرى لحجمها الطبيعي تناولت قطعة من الجانب الآخر للفطر. بتناول كميات مختلفة من جانبي الفطر استطاعت أليس أن تعود لحجمها الطبيعي. ثم أخذت قطعتين من الجانبين واحتفظت بهما في يديها. بينما كانت تمشي مرت بأحد البيوت الصغيرة، ولكن حتى يتسنى لها الدخول كان لابد أن ينكمش حجمها مرة أخرى. بعد أكل بعض من الفطر بدأ حجمها في الانكماش مرة أخرى. وعندما دخلت أليس المنزل وجدت نفسها في مطبخ. تماماً في منتصف ذلك المطبخ كانت هناك تلك الدوقة تحمل طفلة رضيعة على يديها، وعلى الأرض كان ذلك القط السمين ينظر إلى أليس ويبتسم. كانت هذه المرة الأولى التي ترى فيها قطاً يبتسم، لذلك سألت بفضول: لماذا يبتسم القط هكذا؟ لأنه قط بلدة شيشاير، قالت الدوقة. في نفس الوقت اختفى القط وبدأ الطفل الذي تحمله الدوقة في البكاء. قامت الدوقة بتمرير الرضيعة إلى أليس. فلتقومي بحمل الطفلة وملاعبتها حتى تتوقف عن البكاء، أما أنا فسأذهب لألعب كريكت مع الملكة. أخذت أليس الطفلة وبدأت تهزها كي تتوقف عن البكاء، وفجأة ظهر قط شيشاير مرة أخرى وكان ما يزال مبتسماً وبدأ يتحدث إلى أليس. يجب أن تجدي صاحب القبعات المجنون وأرنب مارس، لكن احذري فكلاهما مجنون. اختفى قط شيشاير مباشرة بعد هذا الحديث. فصاحت أليس فيه بحدة: توقف عن الاختفاء والظهور مرة أخرى، أنت تفزعني. ظهر قط شيشاير مبتسما مرة أخرى. حسنا، إذن سأختفي ببطء. بدءا بذيله أخذ قط شيشاير في الاختفاء مجددا، وتبقى وجهه فقط. خرجت أليس من المنزل، وخلال وقت قصير عثرت على منزل أرنب مارس. كان أرنب مارس يحتسي الشاي مع صاحب القبعات المجنون تحت شجرة، وكان يضع القش بين أذنيه. لم تستطع أليس معرفة سبب وضعه القش بين أذنيه، وكان صاحب القبعات المجنون يضع قبعة على رأسه. أما الفأر فكان نائماً بينهما وقد أراح رأسه على المنضدة، وكان الاثنان واضعين ذراعيهما على الفأر مستخدمينه كوسادة. عند رؤية أليس قادمة اعترض على وجودها قائلين أنه لا يوجد مكان متاح لها. لا، أنا أرى أن المكان واسع، قالت أليس. فسألها صاحب القبعات المجنون: لماذا برأيك يتشابه الغراب والطاولة؟ لماذا برأيك؟ لا أعرف. شعرت أليس بالملل من مزحات صاحب القبعات وأرنب مارس الحمقاء الوقحة،
قالت: كانت هذه أغبى مقابلة حضرتها في حياتي، ورحلت. ثم لاحظت أليس وجود باب في جذع الشجرة، وعندما دخلت وجدت مفتاحاً ذهبياً. كان المفتاح الذهبي يفتح الباب الآخر ويقود لحديقة جميلة. دخلت أليس الحديقة وهي مندهشة للغاية. كان البستانيون الذين يعملون لدى ملكة القلب الأحمر يقومون بطلاء كل الزهور البيضاء باللون الأحمر، وكان الجميع يشبه أوراق اللعب. لذا سألت أليس: أنا أتساءل، لماذا تقومون بطلاء كل الزهور البيضاء باللون الأحمر؟ فأجابها البستاني: لقد أرادت الملكة زهوراً حمراء، ولكننا قد زرعنا زهوراً بيضاء بالخطأ. لو علمت الملكة بما فعلنا فستقطع رؤوسنا جميعاً. في هذه اللحظة جاءت ملكة القلب الأحمر إلى الحديقة، وكان جميع الحراس بجانبها يشبهون أوراق اللعب. قامت ملكة القلب الأحمر بدعوة الفتاة الغريبة التي رأتها للمرة الأولى للعب الكريكت. لم ترى أليس ملعباً للكريكت مثل هذا من قبل. كانت القنافذ تستخدم ككرات للعب والبجعات كمضارب. وفي أثناء المباراة بدأ اللاعبون في الشجار وقذف بعضهم البعض بالقنافذ. كانت الملكة غاضبة جداً مما يحدث، وفجأة نقرت الأرض بقدمها وصاحت بغضب: اقطعوا رؤوس كل اللاعبين المشاركين في الشجار. كانت ملكة القلب الأحمر غاضبة جداً حتى أنها ألغت حفلة الكريكت. وفجأة ارتفع صوت مدوي: لقد بدأت المحاكمة. بدأ الجميع يركض نحو المحكمة. كانت هناك محاكمة تنتظر الانعقاد لشاب القلب الأحمر الذي سرق ادعاء إحدى الفطائر من مطبخ الملكة. لم تستطع الملكة القبض على الشاب أثناء الحادثة، وبالتالي لم تستطع عقابه. كان شاب القلب الأحمر محجوزاً في سجنه أثناء المحاكمة، وبدأ الأرنب الأبيض في قراءة ما يحمله من ورق. في يوم صيفي جميل قامت ملكتنا ملكة القلب الأحمر بخبز الفطائر اللذيذة وسرقها شاب القلب الأحمر. صاح الملك من مقعده: استدعي الشاهد الأول. كان الشاهد الأول هو صاحب القبعات المجنون. عندما بدأ بالكلام على منصة الشهود أمام الملك بدأ حجم أليس يزداد. عندها أعلن الأرنب الأبيض أن الوقت قد حان كي تعتلي أليس منصة الشهود. عند سماع اسمها هبت أليس واقفة ناسية ازدياد حجمها، وعندما اشتبك رداؤها في منصة المحكمة قلبت المنصة رأساً على عقب، جعل كل أعضاء المحكمة يسقطون على الأرض. طلبت الملكة من أليس أن تقول كل ما تعرفه. أنا لا أعرف أي شيء، أجابت أليس. صاحت الملكة بغضب: لا تعرفي، اقطعوا رأسها أيضاً. أجابت أليس بشجاعة: أنا لا تعنيني أوامرك، أنت لست ملكتي ولا تستطيعين فعل أي شيء لي. بمجرد نطقها بتلك الكلمات بدأ الملك والملكة وكل أوراق اللعب بالتحليق نحو أليس. حاولت أليس الإمساك بهم وهي تصرخ، فتحولت كل هذه الفوضى إلى دوامة كبيرة حول أليس تمتصها للداخل وتحلق بها. وأخيراً مع تحليق أوراق الشجر حولها من كل النواحي وجدت نفسها مرة أخرى في الحقل. نادت عليها شقيقتها: أليس هيا استيقظي. عندما استيقظت أليس أدركت أن هذا كله كان مجرد حلم. يا إلهي، لقد كان هذا كله حلم، ويا له من حلم مدهش. أختاه، دعيني أحكي لك عن حلمي. أتدري؟ لقد كان الأرنب أبيض وكان. ذات يوم كان هناك زوجين يعيشان سويا، وبالرغم أنهما كانا يريدان بشدة الحصول على طفل إلا أن ذلك لم يكن مقدرا لهما. وفي أحد الأيام ذهبت الزوجة إلى الساحرة العجوز وأخبرتها أنها تريد الحصول على طفل. لا تحزني يا عزيزتي، فحيث ما توجد الإرادة تكون الفرصة. خذي هذه البذرة واغرسيها في وعاء وانتظري، وسوف تفاجئك النتيجة. كانت الزوجة سعيدة للغاية وشكرت الساحرة ببهجة، وقامت الزوجة بإعطاء الساحرة بعض المال نظير خدماتها المذهلة. لاحقا ذهبت مباشرة إلى البيت وقامت بزراعة البذرة في الوعاء.
وبصبر شديد أخذت تنتظر بجانب الوعاء. بعد وقت قريب بدأت زهرة كبيرة تشبه التيوليب في التفتح. في ذات اللحظة كانت تفكر في نفسها: يا لها من زهرة جميلة. وبينما لم تزل أوراقها منغلقة ارتقت إلى الزهرة تقبلها. لم تكد تفعل حتى بدأت الأوراق في التفتح. بداخل الزهرة كانت ترقد طفلة صغيرة. بحيرة شديدة قامت السيدة بحمل الطفلة شديدة الصغر بين يديها. يا لك من طفلة صغيرة، يجب أن أسميك ثامبالينا. قامت السيدة بصنع مهد ثامبالينا من أصداف الجوز، فراشها من أوراق البنفسج، ولحافها من بتلات الورود. استطاعت ثامبالينا أن تتأقلم مع حياتها الجديدة بسهولة. في الليل كانت تنام في فراشها المصنوع خصيصاً لها وحدها، وفي النهار كانت تلعب على الطاولة وتغني الأغاني. ذات ليلة وبينما كانت ثامبالينا تنام في فراشها، ظهر ضفدع قبيح على النافذة وشاهد الفتاة الصغيرة تنام في صدفة الجوز. ريبت، أوه يا إلهي، يا لك من فتاة صغيرة وجميلة، سوف تصبحين رفيقة رائعة لابني. بأسرع ما يمكنه قام الضفدع بسحب صدفة الجوز وخرج من النافذة. بجانب المنزل كان هناك مستنقع حيث يعيش الضفدع القبيح مع ابنه. كان ابن الضفدع القبيح قبيحا كذلك كوالده تماما. عندما رأى الفتاة الصغيرة التي أحضرها له والده أصدر نعيقا من أعلى رئتيه. ريبت ريبت ريبت، كف عن النعيق، سوف توقظها، وإن استيقظت فستهرب خائفة. ريبت. قرر الأب والابن أن يصنعا مكانا للفتاة تستطيع البقاء به. كان لدى الضفدع الأب فكرة عظيمة. فلنضع الفتاة فوق أحد الزنابق على جدول المياه، فكونها محاطة بالمياه من جميع الجوانب سيجعل هروبها مستحيلا. اتخذ الضفدع الأب ثامبالينا بمهدها ووضعها فوق أحد الزنابق. في الصباح ومع ضوء الشمس الساطع استيقظت ثامبالينا. عندما أدركت أنها ليست بالمنزل ورأت أنها محاطة بالمياه راحت تبكي في خوف. أين أنا؟ خرج الضفدع الأب مع ابنه ليلتقط ثامبالينا. هذه هي صديقتك الجديدة، أنا أرتب بيتا جديدا عظيما لكما سيكون في أعماق مياه المستنقع. اتخذ الأب مع ابنه مهد ثامبالينا المصنوع من صدفة الجوز وقام بالسباحة خارجين وتركاها هناك على زهرة الزنبق. وفي ذات اللحظة كانت بعض الأسماك الحمراء تسبح بالقرب منهم وسمعوا ما كان يقوله الضفدع القبيح. لم يستطيعوا تحمل فكرة أن يقوم ضفدع المستنقع القبيح بإزعاج فتاة جميلة كثامبالينا. لا تقلقي أيتها الفتاة الصغيرة، فسوف نقوم بإنقاذك. معا قاموا بمضغ ساق زهرة الزنبق حيث كانت تجلس الفتاة وقاموا بكسرها. وحدهم ساقت زهرة الزنبق عبر تيار مندفع وتمكنت من الانفلات. وبشق طريقها عبر التيار فوق الزهرة الخضراء تركت الفتاة جميع الطيور يشعرون بالإعجاب الشديد. كم هي جميلة وصغيرة. وبينما كانت تسير في طريقها مرت بخنفس ضخم، فقام بجذبها بأسرع ما يمكنه وهبط على إحدى الأشجار. وحينما وجدت ثامبالينا نفسها فوق الشجرة كانت تشعر بالفزع الشديد. أي نوع من الحشرات أنت؟ ولماذا أتيت بي إلى هنا؟ أنا خنفس، وأنا لم أرى من قبل في حياتي حشرة مثلك، وأريد أن يراك أصدقائي. لاحقاً أتت جميع الخنافس الأخرى التي تجلس على نفس الشجرة لزيارة ثامبالينا. بينما كانت الخنافس الأخرى تحاول جاهدة إخفاء ذلك، إلا أنها كانت تشعر بالغيرة من جمال الفتاة المدهش. أنت مخلوق طريف. كم هي ضعيفة، إنها لا تملك حتى أجنحة. كم هي قبيحة، بالكاد تستطيع النظر لوجهها. أنت حرة بالذهاب أينما تشائين، نحن لا نريد مخلوقا قبيحا مثلك بالقرب منا. قضت ثامبالينا الصيف بأكمله وحدها، واستطاعت التغلب على جوعها وعطشها بشرب مياه الأزهار.
مر وقت طويل وبدأ الجو يتحول للبرودة، وبسبب ملابسها الصيفية كانت تشعر بالبرد. ظهر حقل من بعيد، وكان ذلك الحقل مغطى بالقش، وبعد مشي طويل استطاعت تامبلين الوصول للحقل. تحت القش استطاعت أن تجد أحد منازل فئران الحقل، وكفرصة لإيجاد بعض الطعام قامت تامبلين بالطرق على الباب وطلبت بعضا من الشعير، فدعتها فأرة الحقل طيبة القلب للدخول، فدخلت في ذات اللحظة وتناولت كل ما قدمته لها الفأرة من طعام. نالت تامبلين إعجاب فأرة الحقل بشدة. إذا استطعت أن تروي لي كل يوم قصة فسأسمح لك بالبقاء معي حتى نهاية الشتاء. برضا شديد قبلت تامبلين ذلك العرض. اليوم سيأتي جاري، هو في حال أفضل مني، إذا ذهبت معه فسترتاحين للغاية، ولكن تذكري أن نظره شديد الضعف. سوف تحتاجين أن تحكي له أفضل ما لديك من قصص خيالية وتبقيه منشغلا للأبد. بعد وهلة قصيرة ظهر حيوان الخلد بفرائه المخملي على ظهره. لم تكن تامبلين معجبة بوجود الخلد، لكنها لم تكن تريد أن تخيب ظنه، لذا فقد وافقت أن تغني له أغنية. طيري طيري أيتها الخنفساء، فإن يوم الزفاف غدا، وسوف تشتري لك أمك حذاء جديدا وملابسا غدا. بالرغم من ضعف نظره فقد استطاع الخلد أن يدرك أنه معجب بشدة بثامبلينا، وقرر أن يصطحبها لمنزله. لقد استطعت أن أقطع كل تلك المسافة عن طريق حفر حفرة لصنع نفق، إذا وافقت يمكننا أن نعود من نفس الطريق وأريك منزلي. كانت تامبلينا مترددة في الذهاب، ومع ذلك فقد وافقت على العرض برؤيتها موافقة فأرة الحقل، وتمكنوا جميعا من الذهاب في طريقهم. خلال ذلك الوقت استطاعوا رؤية أحد طيور السنونو مستلقيا على الأرض بأجنحته على جوانبها ورأسه وقدميه مطويين تحت ريشه. لم يكن ذلك الطائر هنا عندما أتيت، لابد أنه سقط للتو عبر الحفرة. فكرت تامبلينا في طيور الغابة وتذكرت نقيقهم فوق رأسها. لم تستطع تحمل منظر أحدهم بهذه الحالة وكانت حزينة للغاية. وفي غفلة من فأرة الحقل وحيوان الخلد التفتت تامبلينا نحو السنونة وأعطته قبلة. إن هذا الطائر قد يكون أحد أولئك الطيور التي كانت تنقنق أثناء الصيف، لو كان الأمر كذلك فأنا إذن أدين له بالكثير. هل أمي يا تامبلينا، فنحن بانتظارك. لم تستطع الفتاة النوم ليلاً، فقامت بحياكة لحاف من القش وذهبت إلى الممر لتغطية طائر السنونو. بللت الفتاة ورقة النعناع التي كانت تستخدمها كغطاء ووضعتها فوق رأسه. أرجو أن تتحسن قريبا أيها الطائر الصغير الرقيق. في اليوم التالي عادت تامبلينا لتفقد السنونو ورأته يفتح عينيه. أنا لا أستطيع أن أشكرك بما فيه الكفاية، لقد اعتنيت بي بشدة، الآن سوف أشفى سريعا. بمجرد أن يتم شفائي سوف أستطيع الذهاب إلى أصدقائي في بلاد أشد دفئاً. إن الجو شديد البرودة بالخارج، يجب عليك أن تستريح في فراشك الدافئ لتستعيد نشاطك سريعاً. بعد أن انتهت تامبلينا من نصح السنونو قامت بإحضار بعض الماء بواسطة إحدى بتلات الزهور وساعدته في أن يشربه، ثم لاحقاً أخذت تستمع للطائر وكيف أنه كسر جناحه بين الشجيرات. لم يكن الطائر المجروح يستطيع مجاراة رفقائه بسبب تعبه، وبالتالي فقد سقط. وأخيراً حل الربيع وبدأت الشمس تغطي الأرض بالدفء مرة أخرى. أدرك السنونو أن الوقت قد حان لتوديع تامبلينا. هل تريدين المجيء معي إلى الغابة؟ كان بودي المجيء معك، ولكن صديقتي فأرة الحقل قد تحزن كثيراً لذلك ولا أستطيع تركها. إذن الوداع يا تامبلينا، ولربما نلتقي مجددا في أحد الأيام. بعيون دامعة أخذت تامبلينا تراقب السنونة ويطير بعيدا، ومع اقتراب الصيف بدأ القلق يسيطر مجددا على تامبلينا. إنه الصيف، الآن يريد الخلد ذو الفراء المخملية الزواج بك، يجب أن تحصلي على بعض الملابس الجميلة. عندما يحل فصل الشتاء استعدي للعيش معي تحت الأرض يا تامبلينا.
قبل أن تبدأ ثامبلينا حياتها تحت الأرض حيث البرد والظلام، خرجت لترى الشمس مرة أخرى وأخيرة. وفقط قبل أن تبدأ بالدخول ومباشرة فوق رأسها، سمعت صوت أحد الطيور. عندما رفعت رأسها لتنظر إلى أعلى، كانت ترى محبوبها السنونو. أخبرت ثامبلينا السنونو أنه قد تم إجبارها على الزواج من الخلد، وأن عليها العيش معه تحت الأرض حيث لا يوجد ضوء الشمس. إن الشتاء سيحل قريباً، ونحن نستعد للرحيل إلى بلاد أكثر دفئاً. أرجو أن تأتي معنا، لقد أنقذت حياتي وأريد أن أرد لك هذا الصنيع. هذه المرة وافقت ثامبلينا على عرض السنونو، وهكذا تحركت ثامبلينا مع السنونو. طاروا سوياً فوق الغابات، البحار والجبال المغطاة بالثلوج. لاحقاً وصل الصديقان إلى بلاد دافئة، كانت تلك أماكن مذهلة، كانت الشمس أكثر سطوعاً وكانت السماء متلألئة. هذا هو بيتي، يمكنك أن تختاري الزهرة التي تفضلينها. هذه جميلة. وضع السنونو ثامبلينا في زهرة جميلة، وأثناء كل ذلك كانت ثامبلينا سعيدة للغاية. بينما كانت تجلس في زهرتها وتنظر إلى تفاصيل ما حولها، كانت ثامبلينا منبهرة. في الزهرة كان يجلس رجل صغير يلمع كالزجاج. كان ذلك الرجل هو جني الزهرة، كان هناك لكل زهرة جني. كان في طول الإصبع، كان لديه أجنحة لامعة على أكتافه وتاجا ذهبيا على رأسه. كانت تلك المرة الأولى التي يرى فيها هذا الجني الأنيق فتاة جميلة تماثله في الحجم. ما اسمك أيتها الجميلة؟ اسمي ثامبلينا. خلع الجني التاج عن رأسه ووضعه فوق رأس ثامبلينا. إذا قبلت الزواج مني فستكونين الملكة بين كل الزهور، سوف تعيشين حياة سعيدة جدا. بعد أن عاشت حياة مليئة بالقسوة وبوجودها الآن في بيئة جميلة كهذه، كانت ثامبلينا سعيدة للغاية لسماعها عرض زواج عظيم كهذا من هذا الجني شديد الأناقة. أمسك الجني بيد ثامبلينا، وفي تلك اللحظة ظهر جناحان فوق كتفي ثامبلينا. أصبحت ثامبلينا الآن الجنية الملكة، ومعاً عاش حياة طويلة ومليئة بالسعادة.